السلع الفاخرة المستعملة أو المملوكة مسبقاً، الملابس، الإكسسوارات وحتى الساعات، حققت مبيعات بنحو 10 مليارات دولار خلال 2023. تصوروا أن بعضها يباع بضعف أسعار السلع الجديدة. نقاشنا اليوم مع الزميلة سمر الماشطة. أكيد تنضم إلينا صحفية في قسم الاقتصاد الزميلة سمر الماشطة. صباح الخير، يسعد صباحك باك ونيو لوك، حلو جدا، إطلالة جديدة وحماس أكيد وأخبار متنوعة وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والمهتمين بذلك. يعني إحنا بنشوف يبدو أن الأرقام تقول أن المستقبل راح يكون في الاستثمار في المنتجات الفاخرة كالشنط، الإكسسوارات، المجوهرات وغيرها. صحيح ريم، بالرغم من أنه قطاع الأزياء بصورة عامة نزل هواية خلال السنة الماضية أو السنة ونص الماضية، إلا أنه قطاع السلع الفاخرة بقى إحنا نقول ريزيلينت، مقاوم يعني، وبالعكس ارتفعت أسعاره. يمكن طلعت آخر شهرين من العام الماضي أنه قطاع السلع الفاخرة يعاني من التراجع، هو تراجع طفيف في النمو الجدا كبير اللي صار، يعني تراجع طفيف. بعدين لما طلعت أسهم شركة ريشمو الفي ام اتش، طلعت نتائج هم ايش قد بايعين، رجعت ارتفعت أسهمهم، وبالتالي رجعت الثقة في سوق السلع الفاخرة، طبعا تحديدا اللي هي من سوق الأزياء، سوق السلع الفاخرة وحتى السلع الفاخرة المستعملة أيضا. احنا بنتكلم عن ساعات، حقائب، مجوهرات وإيرادات وأحذية وأزياء أيضا. الأزياء اليوم الملابس، حسب مقابلتي مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات اللي تبيع سكند هاند أو أزياء مستعملة، قال اليوم في إقبال أكثر أيضا على قطاع الأزياء. كان زمان يعني الملابس ما كان في إقبال عليها هواية، أكثر شيء طبعا الحقائب. بعدين تجي وراها يمكن الساعات والمجوهرات، بس اليوم صار في تقبل أيضا للأزياء، خصوصا مع الارتفاع اللي مثل ما قلتي قبل قليل غير طبيعي في أسعار السلع الفاخرة. مظبوط. كمان إيرادات سوق السلع الفاخرة المستعملة في جميع أنحاء العالم تجاوزت 11 مليار دولار. صح، في 2024. في 2023 المبيعات، صحيح، تجاوزت تقريبا، وصلت إلى 11-12 مليار دولار. هذه المبيعات، يعني غير حجم السوق ككل، تجاوزت 30 مليار دولار. اليوم المبيعات تجاوزت 10 مليارات دولار. السبب الرئيسي ارتفاع الطلب بشكل كبير وعدم وجود المعروض، خصوصا عندك الساعات مثلا أوديمار بيجي، رولكس، باتيك فيليب، الحقائب شانيل، إرمس. شانيل طبعا هي الأكثر مبيعا في سوق السلع الفاخرة المستعملة، ورولكس هذول أكثر شيء، وهذول أسعارهم مثل ما قلتي في المقدمة بالضبط تضاعفت وصارت أعلى من سعرها وهي جديدة، وذلك لقلة المعروض. حتى اللي موجود جديد أو اللي تبيعه اليوم، روحي على أي إرمس أو شيء تاخذين سنتين ويتنج بالضبط في لائحة أي، فصارت وقاموا يبيعوها بس إلى زباين معينين، سيلبرتيز، حتى هي هذا يعني نوع من الهايب أو نوع من الماركتينج، مثل سيارة فيراري مثلا. المؤسس مال الشركة قال من أول ما انشأ الشركة قال فيراري دائما حتنتج سيارة أقل من المطلوب حتى يخلي العرض أقوى، من المعروض حتى يخلي الطلب بالضبط أقوى. وهذا اللي حاصل خصوصا في الحقائب كما ذكرتي، لأنها بتحتل المرتبة الأولى في قائمة السلع الفاخرة. صحيح، المعادة بيع 50% ثم الساعات والمجوهرات. صحيح. طيب ما هي مواصفات ومقاييس هذه الحقائب؟ يمكن ذكرتي انه بعضها بيكون ليميتد اديشن او حصري او قائمه انتظار طويله. صحيح. وهذا الشيء اللي بيستدعي انه يزيد سعرها او الناس يشتروها بعد استخدامها من شخص اخر. صحيح، هذه بالنسبه لي مثل ما قلنا الماركات اللي جدا غاليه مثل إرمس وشانيل وغيرها واللي هي تكون نادره. بس عندك اليوم في جيل جديد، جينيريشن زد، كلهم مقبلين على شراء السلع الفاخره، فيشترون الاشياء اللي هي مو شرط تكون اغلى، يعني ممكن يشتري
جوتشي باك ب $1,000 بدل $3,000، ممكن يشتري شانيل باك ب $2,000 بدل ما يدفع $3,000. يعني اليوم في إقبال من الجيل الجديد أيضا على شراء واقتناء سلعة فاخرة واحدة ولا 10 سلع يعني من براندات أخرى غير معروضة. اليوم في توجه إلى هذا الموضوع غير عن التوجهات البيئية. يعني هم يقولون توجهات بيئية والفاست فاشن وهذه الحاجات، يعني ما أدري إذا كان يعني هناك حقائب معينة إن يجب أن يستثمر فيها. أنا اللي شيء مستغربت له كيف ممكن أن يزيد سعر حاجة وخصوصا إنها مستخدمة. يعني أنا أفهم إذا كانت فينتج، إذا كان مر عليها زمن طويل 30 سنة أو 40 سنة ممكن تكون لها، لكن خلال سنتين ثلاثة يرتفع سعرها، يعني هذا كان مفاجئ. لا مو خلال سنتين ثلاثة، يكون أكثر، يعني أكثر من الفترة ذلك. الزمنية تكون يمكن أكثر من 10 سنين مثل ما قلتي، تكون فينتج، تكون العرض جدا محدود منها، أيضا بالنسبة للمعروض يكون جدا قليل. اليوم مثلا أوديمار بيجيت تم بيع ساعة ب 260 ألف درهم العام الماضي على إحدى المنصات. هذه المعروض منها جدا قليل وهي فينتج مثل ما قلنا، يعني قديمة ما موجودة نادرة. ففي بعض الأشياء تزيد قيمتها مع الزمن، يعني مثل السجاد مثلا، في السجاد طبعاً مثلا طبعاً يزيد قيمته مع الزمن، في مثلا اللوحات ايضا، اللوحات اللي ما يكون الا، وحتى بالعكس تزيد قيمتها لما يموت الارتست للاسف. صحيح يعني صحيح. ففي اشياء تزيد قيمتها مع الزمن وما تكون استهلاكيه. وباي ذا واي يعني اريد اذكر انه مو كل هاي الاشياء الموجوده مستعمله على الويب سايت، ما راح اذكر اسماء الويب سايت اللي تبيع واللي مضمونه ما يكون فيها غش. مظبوط. مو كلها تكون مستعملة، قسم منها تكون اللي معروضة في الشلفز في الرفوف في المحل. فمثلا انت تدفعين $1,000 على الشوز، تدفعين $100 على الشوز، هو معروض يجي مع التاج اللي عليه. فما تكون، وبعدين يكون عندهم يعني فريق من المحققين يشوفون هل هذا اوثنتك ولا مو اوثنتك. اليوم الذكاء الاصطناعي يدخل ايضا في عملية التحقق انه هذا صحيح أصلي المنتج أم غير منتج. اليوم أيضا في توجه كبير لتوظيف الذكاء الاصطناعي مع مثل ما حصل مع الفي ام اتش. نعم. أيضا 76% من المشاركين في تعاملات بيع وشراء السلع الفاخرة المملوكة مسبقا من جيل الألفين أو من الجيل الجديد، يبدو أنه هناك تأثير للسوشيال ميديا طبعاً، بخصوصا أنه لما نشوف مشاهير العالم يختارون هذه الحقائب. صح. الواحد ممكن يتحمس أنه يشتري ويستثمر فيها أيضا. صحيح صحيح بالتأكيد. هناك يعني أنا حتى ابني عمره 15 سنة اليوم يجي يسألني عن هواية ماركات، أستغرب وأستهجن الصراحة أنه هو بعد صغير ليش لا يهتم بهاي الأمور. بس بفعل السوشيال ميديا يعني تحطها peer pressure، يعني ضغط من الزملاء، ضغط من المحيط، كل واحد يريد يشيل البراند الخاصة المعينة اللي يعني بسبب تأثيرات السوشيال وهذا ميديا. وعي. هذا وعي، يعني الابتعاد عن ثقافة الاستهلاك وشراء كل ما هو يعني رخيص أو سيء للبيئة أو غير صديق للبيئة أو ما له أي قيمة. وعي مكلف الصراحة. مكلف جدا، ولكن العائد الاستثماري ايضا قوي حسب. جدا يعني مو تشترين ات باك موسميه مثلا طالعه، هذه ما تروح. مزبوط. بعد لازم تشترين كلاسيك اذا تريدين عائد استثماري، لازم تحطين لازم الان الواحد يعني يبحث عن استشاره حتى يختار الشنطه الصحيحه للاستثمار حتى تقنعين لها الازواج وال بالضبط. سمر شكرا لك وشكرا على هذه المعلومات كلها. شكراً. اليوم شكراً.